اهلا ومرحبا بكم معنا في قناتكم اليوتيوباوي. موضوع الفيديو النهارده عن مشكله بتقابل كتير من الناس، وخصوصا من اللي بيستخدموا برامج المونتاج كتير. المشكله دي كانت مرهقه جدا بالنسبه لي لما كنت استخدم فيديوهات بجوده عاليه او فيديوهات 4K ريزوليوشن عالي، فريمات 60 فريم. كان بيحصل لاج او تقطيع شديد لدرجه ان انا اجي اعمل كات او حابب اضيف افكت كان الموضوع بيبقى صعب جدا، وده كان تقريبا في كل البرامج اللي بستخدمها زي الافتر افكت او البريمير، الباور دايركتور، كامتازيا. تقريبا جربت كل البرامج وشفت شروحات كتيرة لعلاج المشكلة دي، وللأسف ولا حل زبط معايا. فتوصلت الحل، ومش هسميه حل انما حيلة. ايوة حيلة. هنعرف مع بعض الحيلة دي اصبحت ازاي الحل الوحيد للمشكلة دي. وقبل ما نبدأ ما تنساش الاشتراك في القناة لو مش مشترك، وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد، ولايك للفيديو. فلنبدأ على بركة الله. ودلوقتي هنشوف مع بعض الحل او الحيلة اللي هنعملها في مشكلة الريزولوشن العالي مع برامج المونتاج. والبرامج اللي هنشتغل عليها النهاردة هو برنامج باور دايركتور 19 وكامتازيا 2019. هنجرب عليهم ونشوف هنعمل ايه عشان نحل المشكلة دي. قبل ما نفتح البرامج نشوف ملف الفيديو اللي هنستخدمه، نشوف الريزولوشن بتاعه مع بعض. هنلاقي ان الريزولوشن بتاعه 3840x2160، والفريم ريت 30 فريم في الثانية، يعني يعتبر ريزولوشن عالي. نشوف كده الفيديو ده هيعمل ايه مع البرامج اللي هنستخدمها، وهل هنعرف نستخدمه ولا لا. وزي ما احنا شايفين كده ان الفايل مساحته 952 ميجا، خلينا حافظين الرقم ده 952 ميجا، ومدته دقيقتين بس او 3 دقايق. اختصارا لوقت الفيديو هعرض عليكم تجربة نفس الفيديو اللي هنستخدمه في الشرح، ونشوف لما بنستخدمه على برنامج كامتازيا او الباور دايركتور بالجودة الاصلية اللي هي بريزوليوشن 3840x2160 ايه اللي بيحصل، واللاج اللي مش هيخليني اعرف اشتغل خالص على الجهاز. وزي ما احنا شايفين مع بعض اللاج والتقطيع الفظيع اللي موجود سواء في الكامتازيا او الباور دايركتور. مهم جدا انك تفتح البرنامج اللي هتشتغل بيه وتحط ملفات الفيديو اللي هتشتغل بيها بالريزوليوشن الطبيعي بتاعها، اللي هو مثلا زي اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي 3840x2160 لازم تحطه الاول، تمام. وكل الملفات اللي انت هتشتغل بيها بتاعت الفيديو كلها تحطها بجودتها الاصلية. وده ليه؟ عشان لو مثلا هتستخدم برنامج زي كامتازيا لازم تحدد له الاول الابعاد او الريزولوشن اللي هتشتغل بيها، وبعد ما تعمل ده تعمل عملية سيف للملف. النقطة دي مهمة جدا قبل ما تطبق الحيلة اللي هنستخدمها دلوقتي. ايه الحيلة اللي هنستخدمها دلوقتي؟ هقول لكم. اي برنامج عندك بيعمل كونفرت او تحويل فيديوهات استخدمه، مش شرط البرنامج اللي انا هشرح عليه، اي برنامج عندك. الحيلة بالظبط هي ان انا هعمل عملية تحويل او كونفرت للفيديو ده لصيغة او جودة قليلة جدا، تمام، عشان اعرف اقدر اشتغل عليه. بعد كده في الاخر هرجع تاني للصيغة او الجودة الاصلية بتاعت الفيديو. ازاي هقدر اعمل ده؟ عن طريق البرنامج ده الاول، وندر شير فيديو كونفرتر، نفتحه مع بعض كده. والبرنامج ده على فكرة ممتاز جدا، يعني انصحكم تستخدموه، يعني عامة برنامج محترف جدا. هجيب الفيديو بتاعي هدخله كده على البرنامج، الفيديو بتاعي دلوقتي اهو
زي ما احنا شايفين MB4 3840 في 2160 مدته دقيقتين و45 ثانية، مساحته 952 ميجا، والجودة اللي هنحول ليها هتبقى 1280 في 720. المدة اهي المساحة بقت 121 ميجا، شايفين الفرق قد ايه؟ فرق تقريبا 800 ميجا. بس خلينا من ده، وهقول له مكان السيف بتاعه، ندوس على السهم ده ونقول له على الثلاث نقط دول كده، وننزل تحت نختار تيست. اوكي سوري، تيست كونفرتر، خلينا عشان ايه انا عايزه بنفس الاسم كونفرت. اوكي تمام، واضغط هنا ايه كونفرت. انا هسرع المشهد ده شوية عشان وقت الفيديو ما يبقاش طويل. ودلوقتي تمت عملية التحويل بتاعتنا بنجاح، خلاص خلص هو تحويل كده. هبتدي ان انا اجي اقفل ده ونشوف هنا عندنا الفايل بتاعنا هو اللي نزل، خلينا نمسح ده. الفايل بتاعنا نزل اهو، عليه بمساحة 121 ميجا، تمام. خلاص عندنا فايلين بتوع الشغل اهو، والسورس بتاعنا او الفيديو بتاعنا المستخدمينه هو ده، والكونفرت اللي احنا عملناه هنا. هنيجي نعمل ايه بقى؟ الحيلة هنا بالظبط هتتم. ايه الحيلة؟ انا هضحك على البرامج دي، هضحك عليها. هعمل ايه؟ هاجي هنا اسيب ده زي ما هو بنفس الاسم عشان بس ما نتلخبطش، واجي خالص في الاخر كده مثلا اعمل حرف الايه، تمام. انا كده لو فتحت برنامج او فتحت البرنامج كامتازيا او الباور دايركتور مش هيتعرف على الفيديو ان هو اتغير اسمه. وندخل على فولدر الكونفرت اللي احنا عملناه، وناخد الفيديو اللي احنا حولناه كات، ونيجي هنا نحط بيست. خلينا فاكرين ان هو شايل نفس الاسم بتاع الفيديو الاصلي، تمام. انا ليه هنا عملت حرف الايه؟ علشان خاطر اقدر ان انا الاثنين يبقوا موجودين قدامي. انما لو جيت فتحت هنا ملف الباور دايركتور او الكامتازيا هيبتدي يسحب ملف العمل منين؟ من هنا بقى، لانه خلاص هو ما يعرفش اسم ده ايه، ما تعاملش معاه، هو اتعامل مع الاسم ده بس. فلو جينا فتحنا مثلا كامتازيا هو الملف بتاع الشغل بتاعنا، هيبتدي يستدعي الملفات اللي بتاعت العمل بتاعتنا اللي هو المفروض انه كان ده، عليه جاي معانا اهو كل التقطيع. ونيجي نشوف كده، طبعا شايفين السرعة، وتقدر بقى ان انت تعدل بقى تعديل بتاعك زي ما انت عايز. مثلا هنقص هنا ونقص هنا، ونبتدي ايه نحذف اللي في النص ده كده، تمام. واجيب ده كده، كل دي تعديلات هي عملتها، تمام. وبعملها طبعا شايفين السرعة في الاداء عاملة ازاي. كل ده بس بسبب ان الريزولوشن بتاعه اختلف. طب انا مش عايز اقلل الجودة، عايز اخلص شغلي بجودة عالية. فانت قدامك هنا الحيلة دي هتغنيك عن كل المشاكل دي. طب حد يقول لي بقى ان الفيديو هنا صغر؟ طبعا احنا فاكرين لما قلت لكم احنا هنختار بيئه العمل، اول حاجه هنعملها بيئه العمل اللي احنا هنشتغل عليها في كامتازي، تمام. فبالتالي احنا مختارين 1920 في 1080، والريزوليوشن بتاعنا ده الريزوليوشن بتاعه اقل. احنا كنا قلنا الريزوليوشن بتاعه كام؟ نشوف مع بعض كده. هنلاقيه 1280 في 720، فبالتالي هتلاقيه صغير كده. ما تجيش انت بقى تقوم مكبر من هنا كده عشان تعرف تشوف او تشتغل، طبعا الكلام ده غلط. ما تلعبش في اي حاجه هنا وانت بتعمل الخطوات دي خالص، تمام. طب هعمل ايه؟ هاجي من هنا كده مثلا اقول له ان انا عايز اشوف على 75% من الشاشه،
تمام، ابتدي اكبر من هنا من ده. تمام، هبتدي ان انا اقفل البرامج بتاعتي دي بعد التعديلات اللي عملتها كلها. يس تمام، وارجع تاني لهنا اخد بقى الملف اللي احنا عملنا له تحويل اللي هو مساحته 121 ميجا ده، ارجعه تاني هنا واشيل الرينيم اللي انا عملته اللي هو حرف الاي. كده السورس بتاعي رجع زي الاول. يعني انا هاجي افتح برنامج كامتازيا، كامتازيا هيقوم ساحب ملف العمل الفيديو ده. طب نشوف مع بعض. اللي سحب الملف الاصلي اللي هو الريزوليوشن بتاعه زي ما احنا شايفين كده 3840 في 2160 بجميع التعديلات الجديدة اللي احنا عملناها ومن غير اي مشاكل. هبتدي بس هنا على طول ان انا اروح اعمل له عملية الاخراج وخلص الموضوع او المشكلة على كده نهائي خالص. وبنفس الطريقة هنفتح برنامج الباور دايركتور، هنلاقيه سحب ملف الفيديو الاصلي، وهيبقى كل اللي علينا اننا نعمل ريندر للشغل او اخراج العمل للصورة النهائية بجودة عالية. وفي اخر الفيديو حابب اشكرك لانك كملت الفيديو للنهاية، ولا تنسى الاشتراك بالقناة لو مش مشترك، وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد، ولايك للفيديو. تحياتي لكم، احمد الجلاد. Thank you.